السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله التلات، العزومه، لمه العيله، الحبايب، القرايب. اكيد كل يوم في الاسبوع او في يوم في الاسبوع معين بنتلم فيه وبنروح عند جدتنا، عند اي كان التجمع بيبقى فيه اكيد لمه العيله فبنحتاج لعزومه. عزومه النهارده هتكون مختلفه جدا وبسيطه جدا بس غريبه شويه او فيها طبق غريب شويه. هبدا بالعادي ونتكلم في الاخر على الغريب. العادي عندي النهارده ان شاء الله موزه بقري، وهشتغل بالموز النهارده بطريقه حلوه جدا. ممكن نجيب كيس لسان عصفور او كيس شعريه حسب احنا عايزين نعمله، بالديمجلاس زي ما حضراتكم شايفين المنظر، الموزه عامله ازاي. ناس كتير بتسال ساعات ايه الفرق ما بين الموزه البقري والموزه الضاني. الموزه البقري بتبقى اكبر حجما وبدون عظمه زي ما حضراتكم شايفين، تتباع كده. اما الموزه الضاني بيبقى لازم يكون جواها عظمه لان حجمها صغير جدا، فالعظمه بتحمل عليها وبتديها كمان شكل حلو وبتفرق كمان في المرق. بحب بس افسر الحكايه دي. كيس لسان عصفور او شعريه ايا كان اللي عندنا موجود، وعندي مجلاس وعندي حبه خضار حلوين، وان شاء الله نعملهم طاجن يكون على مزاج. الطبق الثاني غريب شويه وجديد، يعني مش كل الناس بتعمله حتى في البرامج المطبخ. واحنا بننزل السوبر ماركت او بنروح عند المحل بتاع الفراخ بنلاقي فيه مكان كده بيسموه الحوايج او الحاجات بتاعه الفراخ زي الكبد والقوانص والاجنحه، وكمان في الناحيه الثانيه حاجات الديك الرومي. فبنلاقي يعني انا قبل ما اتكلم، بس لو انا ما اتكلمتش دلوقتي واراهن حضراتكم يعني المنظر ده مفهوم وشكله قدام حضراتكم ان هي عكاوي. هي مش عكاوي، دي رقبه الديك الرومي بتتباع كامله عند المحل بتاع الفراخ او في السوبر ماركت اللي يبقى فيه القسم بتاع الدواجن اللي موجود عنده حبه اللي هم الكبد والقوانص والحاجات دي. دي انا النهارده ان شاء الله هشتغل عليها وكاني بعمل فعلا عكاوي، تطلع مظبوطه، تتسرق صح، تعمل لها طاجن حلو، حبه خضار حلوين. انا هشتغل عليها ان هي عكاوي وهنشوف الطعم عامل ازاي. وبقول لكم اهو في المقدمه كده طولت شويه النهارده، هتلاقوا طعمها احلى من العكاوي كتير جدا، وهنشوف التفاصيل ماشيه ازاي. مع الاكل الحلو دوت، مع الجو البرد اللي احنا فيه دوت اللي مش متظبط ده، هعمل طبق حلو، طاجن صغير كده لطيف من قرع العسل بالقشطه والبشاميل والمكسرات، فيليق معايا النهارده كاكل شرقي لطيف كعزومه. تقدر تعملي بايركس لطيف، هنشوف الحكايه ايه نظامها ولكن بعد الفاصل. يلا بينا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على ثلاث اكلات ان شاء الله اسهل من بعض. عندي اول حاجه موزه بقري هعملها بلسان العصفور، طاجن حلو بالديمجلاس يكون طعمه كويس. الطبق الثاني عندي رقبه الديك الرومي، وبقول لحضراتكم زي ما قلت لكم من شويه لو ما كناش اتكلمنا عليها والله كان ممكن حد يفتكرها عكاوي، لان نفس التقطيعه نفس الشكل، وهوظفها ان شاء الله افضل من العكاوي كمان. للي ملوش العكاوي او ما بيحبهاش او ما تعرفش عليها قبل كده، تعال النهارده نجرب دي ونشوف الحكايه. الطبق الثالث اللي انا واقف قدامه دلوقتي ده هو قرع العسل. عملنا قرع عسل كتير جدا باشكال والوان، النهارده في طريقه جديده يا رب تعجب حضراتكم وتبقى بسيطه ان شاء الله. طيب انا بعمل ايه؟ جايب عندي لتر لبن وسايب الاول اللبن يغلي قدام عيني. اول ما يغلي هبدا هسقط جواه قرع العسل وهوطي النار خالص واسيبه يستوي قرع العسل في قلب الحليب. تركيبه جديده، وبعد كده هنصفي الكلام ده نعمل منه بشاميل. تركيبه كده ان شاء الله تعجب حضراتكم، ولكن بس عايز قبل ما ابدا اي حاجه اسقط قرع العسل عشان يعني ايه اتجنب ان اللبن يفور او ان انا يعني اسهى عليه يعني بالبلدي كده. هو خلاص فاضل له اقل من ثانيه زي ما حضراتكم شايفين. خلاص بص هي بس يعني انا عارف ان هو هيضحك عليا، اول ما همشي هيروح فاير ومبوظ الدنيا اهو. طيب اخليه معاكم امان يعني امان. طيب ماشي بالمره، تعالوا نشوف اول حاجه نبدا فيها مع حضراتكم هي العكاوي. بس مش عكاوي، انا بس بحب اوضح الامور. لو بصينا كده مثلا، بص كده يا ابراهيم شايف ده، اي حد لو جبنا دي وجبنا عكوايه الاثنين مع بعض ما حدش يطلع الفرق. بالعكس دي فيها لحمه اكتر من العكاوي وما فيهاش دهون زي العكاوي، وطعمها حلو جدا. واسمعوا كلام اخوكم وجربوه اهي. ايه اللي هحطه بقى معاها؟ عندي توم، عندي جزر، عندي كرفس، وعندي جنزبيل وبصل. الكلام ده كله يروح على فين؟ على حله سخنه. عينكم على اللبن والنبي يا جماعه. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. ميه بتغلي جدا، حله كبيره فيها ميه بتغلي. هنزل عندي بالثوم بالجزر بكل حاجتي واحده واحده كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو.
واسيبهم ياخدوا وقتهم في التسويه. قد ايه يا شيف؟ والله نقول مثلا من نص ساعه لساعه الا ربع ساعه حسب الحجم او حسب الكميه، واسيبهم عندي يعيشوا حياتهم براحتهم خالص مش متصرب عليه. انت ايوان ماشي. هرجع تاني بالمره نقفل الايه بقى، حبه ورق الغار، حته قرفه لو حبينا، الحاجات بتاعتنا اللي بتدينا ريحه حلوه في قلب السل. عندي حبهان قرنفل فلفل حصى، يا ابراهيم شايفهم كده اهو يدوا نفس كويس ويعملوا ورقه كمان حلوه مع كمان فصين مستريكه، واسيبهم عندي هنشوف شكلهم عامل ازاي ان شاء الله في النهايه. طيب نرجع تاني لقرع العسل، عشان بس ايه ده اهم شيء زي ما اتفقنا، الواحد لو سابه يعني ايه قلقان انا شويه اهو خلاص. انا لا اخاف، اخاف ليه؟ لان انا عارف انت عندك تفاصيل الله يكون في عونك في الكنترول كتير، فانت النهارده معينه حد. ها طيب القرع العسل بقى اللي انا دايما بعمله مع حضراتكم، بنحط شويه لبن ولا ميه ولا اي شيء، هو بيجيب ميته مع نفسه. التركيبه النهارده يا فندم، لا ما انا ما تخافش، فالتركيبه بتاعت النهارده انا مصغر جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين القطعه عامله ازاي. اول ما اللبن يفور كده، بص يا ابراهيم ارفع من على النار بقى، بص اهو اهو تمام كده اهو، بص اللبن ايوه ايوه ايوه، نرفع من على النار خالص كده اهو، بص كده يا باشا اهو زي ما احنا كده، نهدى شويه ايوه، انزل بقى شويه كده تحت تاني، ونروح عاملين ايه منزلين بيه القرع العسلي المتقطع مكعبات صغيره اهو، شايف المنظر. ونجيب على اقل الدرجات، انا كنت عامل على 9 عشان بغلي اللبن كويس، هخليه مثلا على 3 ونسيب الكلام ده كله يعيش مع نفسه وايه يكمل تسويته. هديله ايه بقى وانا بسلقه مع اللبن؟ هديله عندي فانيليا، هديله عندي حبه السكر بتوعي، حابب احط سكر حابب مش حابب ممكن احط عسل، ولكن انا همشيه النهارده حبه عسل منه فيه اللي هو العسل يطلع معايا هعمل منه بشاميل، ولكن هضيف له عندي برده كام معلقه سكر كده في المعقول، 5 مثلا كده كويس. ليه 5؟ هو الطبيعي ان بحط على كيلو نص كيلو او 700 جرام، ده الطبيعي، لكن انا همشيها النهارده يعني ايه نص نص كده، ولو احتجت احط عندي عسل نحل بس انا همشيه قليل. بص كده طريقه جديده وهتعجبكم ان شاء الله، لان بعد ما يستوي ويتسلق وكل حاجه هنصفيه، وهناخد اللبن ده هيبقى ربط شويه من القرع العسلي وهنصفيه كويس قوي، نعمل منه بقى بشاميل بطريقه ان شاء الله تعجب حضراتكم وسهله. طيب ده كده خلاص سيبناه ونغطي عليه ممكن لو حبينا عشان ايه ننسى الامور ونخش على بعده. الموزه، الموزه البقري اتكلمت عليها من شويه مع حضراتكم قبل الفاصل، ان احنا لو حابين نجيبها طبعا تبقى ضاني ما عنديش مشاكل، ولكن البقري بيبقى فيها لحمه شويه، هنقطعها مع حضراتكم ونشوحها ونتبلها بطريقه تكون لطيفه، وهجيب عندي كيس ديميجلاس، وهجيب عندي بصل فلفل بطاطس اي حاجه نفسي فيها اللي هم دول يا ابراهيم، هعمل منها طاجن يكون على مزاج شويه. تعالوا نقطع الاول الموزايه كده اهو، ونجيب سكينه لطيفه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نشوف ايه الحكايه هنا. الموزه طبعا لازم ننظف شويه على قد ما نقدر، اي شوائب شويه زياده او شغل زياده كده اهو مش عايزين، واجي اشيل الجلده دي شايفها يا باشا كده اهو اهو، دي مش عايزها، ولو مش حابب مثلا دي خليها دي ماسكه برده معايا الدنيا، ونقطع كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بقطعها محمله شويه، يعني محمله تبقى ماسكه نفسها عشان لو كشت مني تبقى برده باينه حته اللحمه معايا اهو، هنقطعها عشان نتبل على طول ونشوف الحكايه ماشيه ازاي اهو. تمام تمام، هنجيب عندنا على طول ملح وفلفل، اول الكلام ملح وفلفل اسود عشان الزفاره، ويديني برده نفس كويس وانا بشوحها مع السمنه بتاعتي او مع الزبده او مع الزيت. حلو الكلام لحد كده، كلام جميل اهو مع بعضيهم كده متبلين اهم. تمام، ودول مش محتاجهم في شيء. وتعالى بقى نجيب عندنا طاسه او حله تكون سخنه شويه، وهنجيب عندنا ايه بقى نشوح فيه، نجيب الاول معلقه، انا هشوح النهارده الموزه دي بمعلقه سمنه الصراحه، ودايما بقول لكم يوم الثلاث ده بيبقى اكتر حاجه بشتغل فيه بسمنه كده اهو، معلقه واحده وانا بهرت حاجتي، وحابب احط عندي اعشاب احطها زي ما هي عشان برده لو مش حاببها في الاخر اشيلها، هنزل عندي بحته اللحمه واحده واحده كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم واشوح حاجتي بقى بكل بساطه ايه اللي بيفرق يا شيف لما بتشوح اللحمه بسمنه او بزيت؟ والله السمنه بتديها نفس كويس قوي، وكمان بتخلي لونها محمر شويه عن فكره الزيت،
بيدي طعم برضو اكيد. اه كده اهو كده تمام تمام زي ما اتفقنا، عشان نحطها زي ما هي ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. عندي بقى تركيبه حلوه من الخضروات، جايب لهم حله لوحدهم اهو. الخضار ده بقى اقدر اوظفه زي ما اتفقنا للرقبه بتاعه الديك الرومي، مش للموزه. الموزه همشيها في السلطه العصفور زي ما اتفقنا. الخضار اللي عندي، عندي زي ما حضراتكم شايفين كده، بص البصل ده بالفلفل زي ما هم اهو، البصل بالفلفل زي ما هم. وهنديهم عندنا مكعبين زبده او برده سمنه او زيت او حسب، انا همشيها برده في الوسط اهو، زبده كده تسيح معاهم ونشوف الحكايه ماشيه ازاي. اقلب بالمره دلوقتي على طول الايه اللحمه بتاعتي ونشوف شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص المنظر اهو، تحس ان هي لحمه مسلوقه ومتحمره، بس هي لسه ما استلقتش اهو. ريحه الفلفل الاسود حلوه جدا، الاعشاب ريحه رائعه اهو كده اهو، كله قدام حضراتكم على الطاسه او في الحله حسب اللي عندك. ونديها برده من عندنا اضافه بخ فلفل اسود، شم الريحه بقى مع الاعشاب اللي بتطرقع دي كمان. تمام، نرجع نبص بصه على اللي بيحصل مع الخضار. نزلت عندي بالبطاطس بتاعتي بالبصل بتاعي، هنزل عندي كمان بالبطاطس عشان تستوي معايا بسرعه، ولو عندي جزر ماشي اهو، هقلبهم برده مع بعض. يبقى بصل زبده، وهنزل كمان عندي البطاطس واشوح الحاجات دي شويه، يعني تاخد لون وتسويه بسيطه، كله هيخش ان شاء الله في الفرن بعد ما اسلق كويس قوي الايه الرقبه بتاعت الديك الرومي كده اهو، وسيبهم يكملوا. طيب ابص بس على الارض الاسعى عشان النهارده ايه شغلني شويه حوار اللبن ده. اه تمام جدا ماشي، خليك زي ما انت ماشي. ايوه على اربعه زي ما اتفقنا، بحيث الحاجه تبقى محكومه شويه بتسويتها. اول ما احس ان خلاص خدت لون شويه من البطاطس مع الـ 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 الجزر مع الفلفل الحاجات دي كلها، ممكن اديها حبه مرقه تستوي معايا برده تبقى في الامان شويه. هنشوف التفاصيل. هرجع تاني للحمه، خدت اللون اللي انا عايزه. بص المنظر عامل ازاي، وش وضهر يا ابراهيم، شوف حته اللحمه عامله ازاي لوحدها، باينه هي بتتكلم عن نفسها، والاعشاب مديها ريحه كويسه جدا اهو شوف. طيب انا عايز اعلي التست بتاعها بقى والنبي شويه، ولو هسلق اطعم الامور، ولو هعمل لسان العصفور عايز اعمل كله في حله واحده عشان استفيد واستطعم بكل حاجه. طيب بص البصلية دي يا باشا، بصلية مفرومه اهي، استنى بص الجزرية دي مفرومه برده بتاعت البوكيه جرني او زيها اللي انا ببدا بسلق فيها. بص كمان الكرفس والكرات دول اهم، شوف كله في نفس الحله. وكمان عندي الديمجلاس خليه في الاخر، والشعريه خليها في الاخر. تعال نقلب شويه الخضار ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه شوف الروائح بقى هنا غريبه، يعني حاطين كل حاجه نفسنا فيها. وممكن لو حابين نضيف توم ما عنديش مشاكل على فكره في سلطه العصفور خالص، بس نحط معقول عشان ندي طعم كويس وبرده نحافظ على الايه الريحه والطعم، يبقى برده ايه ما بتزودش كتير اه. ده كده على ما اعتقد معقول قوي، واقلبهم مع بعض واسيبهم شويه برده ايه يتشوحوا شويه. انا هسقيهم كده كده وهسقي عليهم كمان، هعملها زي كبسه بس بلسان العصفور مع اللحمه. وبدل ما احط عندي الكرفس والكرات والحاجات الكتيره دي كلها في الاول، لا ده انا همشيها كلها مفرومه وكاني بعمل شوربه. بص هنا البطاطس عامل ازاي والبصل اه، بص الالوان بدات تتحول وهو ده المطلوب. سيبهم على نار سخنه شويه عشان اخد الالوان اللطيفه دي، عشان لما اقفل الطاجن ان شاء الله يبقى حاجتي كلها مظبوطه. هنا اول ما احس ان خلاص بدات تدبل شويه هبدا انزل عليها بالمرقه بتاعتي واسيبها تكمل تسويتها، ونقفل كمان شويه او نشرب كمان شويه بلسان العصفور. بسم الله شوف بغطيها بس بالميه كده اهو، واساوي اموري، اامن على لحمتي، اسويها كويس، الحاجه متبهره ريحتها كويسه، خضاري لطيف. ابدا كمان ممكن اضيف عندي ايه بقى، شايفه ان هي ناقصه حاجه، حبيتين حبهان وورقتين غار، برضو الحاجات دي تفرق كتير جدا اهو. ونديها كمان حبه ملح كمان لطاف، ونسيبها تكمل تسويه. هرجع تاني للخضار بتاعي، الوانه بدات تبقى باينه. طب ليه ما حطيتش شيف معانا الطماطم او الفلفل او الحاجات دي؟ اقول لك والله مش هياخدوا من تسويه كتير، فخساره ان انا اهريهم ويتبلوا كلهم بسرعه، هيبقى شكلهم مش لطيف. انزل عندي بحبه كرفس وكرات، واسيبهم برده يكملوا تسويتهم.
مش متصربع عليها. هشيل الحالة دي واوديها هناك واجيب حالة تانية بدلها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. ماشي الكلام. ايوه كده. نوصل نفسنا وناخد الحالة دي ونروح هناك عشان اقول لكم فيها ايه. اهي قدام عينيا. خليها دي كده على النار العالية. وهات لي دي هنا كده. ايوه. وهنشوف الحكاية ماشية ازاي. نرجع دي على النار تاني عشان تكمل تسويتها. ونبص بس على قرا العسل شغال بيتسلق في قلب الحليب. تمام احنا ماشيين مظبوط باذن الله. هنا عندي بص كده يا باشا، لما الرقبه بتاعت الديك الروم تتسلق كويس بنظافه كويسه بيطلع عندي النظام ده، هوريها لك حالا. اهو بص بقى كمان، شوف المرقه عامله ازاي يا باشا، شوف المنظر وهي بتتسلق. بص يا باشا كده شوف المنظر، شوف رقبه الديكورو. بص المرقه بتاعتها عامله ازاي، متنظفه كويس، البوكيجرني بتاعها نظيف، مرقتي طالعه حلوه، اقدر اوظفها معايا. بص بقول لكم والله لو ما كلمت عليها ممكن حد يتخيلها النهارده ان هي عكاوي، ده رسمي، وممكن حد يستنصح شويه ايه عكاوي بتلو عشان بس مبيضه تمشي. اه بص المنظر عامل ازاي، الجنزبيل والحبهان وورق الغار والجزر والكرفس والكرات والبص، كل الحاجات دي كلها بتدي نفس كويس جدا. وبغسل الحاجه كويس قوي وبسيبها عندي تاخد غلوتها وما استربعش عليها. ارجع تاني وابص اشوف اخبار الخضار بتاعي عامل ايه، الوانه بدات ها تجيب. ايوه شايف المنظر يا استاذنا اهو. ما اجي كمان بالمره ابهر الخضار ده، ابهره بايه؟ والله هديله عندي حبه فلفل اسود كده حلوين اهو، واجي كمان اروح مديله حبه بهارات مشكله من اللي عندي، وادي كمان عندي سنه حبه هالمطحون، الحاجات الحلوه بتدي ريحه حلوه دي اهو. سنه جوز الطيب، هي فين اهي؟ بص جوز الطيب اهي، مش كتير على التاتش كده يعني، اللي يدي نفس والريحه اللي شمتها دي مش اكتر من كده اهو. شايف المنظر خضار لما بهر بقى شكله عامل ازاي اهو، شوف. طب هنعمل ايه بقى يا شيف؟ والله بقى يلا بينا نقفل حاجتنا. ازاي بقى؟ هنجيب عندنا بس كده ايه، حاجه نرفع بيها عشان نحط الحاجه تاخد طعمها مع بعضيها بقى وتخش الطاجن تعيش حاجه. هي مستويه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المنظر، شوف شوف دي رقبه الديك الرومي اهو، شوف. ولو وقعت معايا حته الجنزبيل ورق غار والليمون ماشي، كله بالاخر هيعود علينا ان شاء الله بطعم كويس اهو اهو. اهم حاجه لما يجي يسلق حاجه يعملها صح، هيطلع معايا المرقه دي، ده المهم في الحكايه. المرقه بتاعتي نظيفه، حاجتي مظبوطه، اطلع حاجه مظبوطه اهو. بص الجنزبيل لما اتسلق بقى عامل ازاي، ريحه المرقه دي عبقريه جدا اهي. تعالي انت بس روحي فين اهي، دي كمان كمان ما شاء الله فيها خير عن العكاوي، يعني فيها كميه كبيره. طيب نعمل كده خلاص ونجيب عندنا حالا حالا بالا المرقه بتاعتي واشرب بسم الله عشان اسوي حاجتي بقى ايه قدام عينيا شويه، وبحر واقفل وادخل بقى ايه في الطاجن. بسم الله اهو، ودي مرقه شويه براحتي ما تخضوش اهو، خلي الحاجه تستوي كويس اهو. شوف المنظر، واسيبها كمان لو حابب قبل ما ادخل الفرن اسيبها قدام عينيا شويه، ما عنديش مشاكل خالص اهو. شفت انا عملت قد ايه مرقه اهو كده اهو. طب والخضار يا شيف هتحطه امتى؟ اقول لك والله انا الخضار اللي عندي طماطم هقفلها في الطاجن، الحاجات دي كلها بسيطه. انا اسف للتاخير في التليفونات. مين يا فندم؟ يارا هانم صباح الفل. صباح الخير. اهلا بيك يا يارا، ازي حضرتك؟ كويسه الحمد لله. تحت امرك امر. يعني بجد حضرتك يعني سو كرييتيف، يعني ربنا يخليك. انا كنت فاكره انها تترمي اصلا بتعملها لنا يا فندم؟ كنت فاكره ان الرقبه دي تترمي. اوكي اه رقبه الديك، لا ازاي بقى، احنا اي حاجه ما بتترميش في الاكل، بس المهم نوظفها كويس، ده المهم. اه لا بجد انا منبهره جدا بصراحه. لا هتشوفيها كمان في الاخر، بقول لك لو انا ما قلتش النهارده عليها ان هي رقبه ديك رومي، والله صدقيني انا اول مره اكلتها اصلا انا شخصيا كان مطبل بالنسبه لي، وتخيلتها ان هي عكاوي، وبعد كده استغربت ولما شفت قليل الدهون واللحم كتير وبيض ونضيف، فهنا استوعبنا شويه الامور. فجربوها ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. انا كده كده واثقه في ذوق حضرتك يعني. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق، تسلمي. تحت امرك امر. عامله اكل النهارده الاول؟
عاملين مكرونه بشاميل وفراخ بانيه. الله 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 الله، يوم خفيف يعني. تعالى كل معانا. الله يهنيك يا فندم بالهنا والشفا، تسلمي، صباحك كله عسل. الله يسلمك. كنت عايزه اسال حضرتك على طريقه، يعني في سجق كده بيبقى شبه السوسيس بس هو اسمه سجق. سجق في ايه يا فندم؟ سجق كده شبه السوسيس بس هو سجق مش سوسيس، بيبقى مش زي السجق العادي البلدي، نوع سجق تاني كده. بيبقى تخين شويه. صح كده؟ وملفوف كده يا فندم مظبوط؟ الو؟ ايوه الصوت كان قاطع. بيبقى تخين شويه، السجق تخين شويه وملفوف شويه كده وفيه دباره. ايوه هو ده. ايوه ده الاسكندراني ده، وبيتباع عندنا في مصر. أيوة. كمان في وسط البلد. ايوه بالظبط. ماله بقى ده يا فندم؟ بيتعمل ازاي اصلا؟ ده بقى بيمشي بقى، هقول لك على تفاصيله. حاضر، وايه تاني يا فندم؟ حاضر هجاوب حالا عليه، تحت امرك، بشكرك شكرا جزيلا. ده ليه طريقتين ممكن يمشي بيهم او ثلاثه حسب كل واحد وذوقه. عندنا هنا في وسط البلد في الاماكن بتاعتنا الحلوه اللي فيها عربيات حلوه للسجق والكبده والحاجات دي، بيستغلوه وبيشتغل متقطع ترانشات وبيتشوح وبتحط معاه بصل، بتحط معاه طماطم، بتحط معاه كل الخضار، الفلفل طبعا مشطشط، وبتعمل في رغيفه فينو. في طريقه تانية ممكن يتقطع برضه ترانشات ويطقش معاه خمس بيضات حلوين بمعلقه زبده في صينيه كده. اول معلقه الزبده تسيح، وبعد كده بتروح نازل بالسجق، بيبقى فيه دهن شويه كمان، هو بيدي نفس كويس. تحط كمان عليه حبه فلفل اسود وتطقش عليه خمس بيضات، وبيبقى في الفطار حلو جدا مع قرن فلفل احمر حلو مشطشط، اخضر برده لو مش مشطشط، يعني بيمشي كده بس هو تغميس اكتر. بالهنا والشفا يا فندم. طيب هنا عندي انا عايز بس اخلي طاجن واطلعك فاصل، اوكي؟ اديني بس دقيقتين. دي انا بهرتها زي ما حضراتكم شفتوها. هبدا هعمل ايه بقى؟ انا بس منخوم بالحله دي بس زمان. بص منظر اللحمه عامل ازاي هنا اهو. شايف المنظر؟ بص هنا بقى الاعشاب خلاص لو مش عايزها ارفعها. ومن هنا بقى هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا خلاص امنت تسويات اللحمه بتاعتي وتمام التمام، ابدا لو حبيت اسقط دلوقتي، شوف كلمه اسقط دي، لسان العصفور يبدا يستوي هو كمان مع اللحمه. بس الاول بسيب اللحمه لوحدها ربعايه كده ولا تلتايه ولا نصايه حسب تسويه اللحمه بتاعتي، واسيب بعد كده الامور بقى تاخد وقتها وتعيش حياتها. كمان خمسه هبدا اجيب عندي كيس الديمجلاس بتاعنا اللي هو ده، وهدوبه في حبه ميه دافيين وهنزله عندي، واقفل الكلام ده كله يخش عندي على الطاجن. ولكن قبل ما اطلع الفاصل عايز اقفل طاجن رقبه الديك الرومي ده عشان ياخد وقته شويه في الفرن ونبقى مستريحين. تعال نجيب طاجن ونقفل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن لطيف كده يكون حلو واسع. نلبس كلافز لطيف ونخش نقفل طاجن العكاوي اللي هو مش عكاوي. انا اول مره بقى اكلتها دي بصراحه كان من ايد الحاجه، ربنا يديها الصحه ويخليها لنا امي، وما اعرفش ايه اللي خلاها تعمل الفكره دي، يعني من زمان مش من اليومين دول. وبعدين انا اصلا ما كنتش وقتها ما كنتش باكل العكاوي، وكان ده من زمان جدا يعني من قبل ما اشتغل حتى في المهنه ولا اطلع قدام حضراتكم ولا الحاجات دي خالص، فماليش في العكاوي وماليش في الكوارع. التفصيله دي يعني كانت صعبه عليا زمان يعني، بس استغربها ليه اكل ده وعشان ايه اكل ده. اكيد واحد لما بيكبر بيندق بيفهم الحكايه، بنسمع من ناس كتير لا طب جرب، لا طب دوق، طب لو عجبتكش ما تاكلهاش تاني. فده حصل، فده كان من ضمن الحاجات اللي حصلت معايا. يا ماما انا مش هاكل ده، انا مش يا ابني ده كلها ده هتعجبك. كنت عاملاها انا فاكر مع مكرونه حمراء. يا امي انت ايه اللي عاملاه دوت، انا مش عايز اكل ده، مفيش طب فراخ، طب مفيش الحاجات اللي انا اعرفها. المهم ما قالتليش هي ايه، بس كلها فصصتها لي، كانت مستويه قوي واكلت طعمها حلو جدا. قلت لها حلو قوي العكاوي، لا مش عكاوي دي رقبه الديك الرومي. فمن هنا الواحد انا شخصيا عرفت الطبق ده، وعرفته احسن كمان من الشيفات بقى والكلام ده كله. الامهات، امهاتنا لما بيحبوا يعملوا حاجه وعندهم حيل كتير قوي 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 لتواجد اكتر من فكره في اي طبق، وكل واحد بيعملها بطريقته والبساطه بتاعت الام، وبيطلع والله صدقوني. سيبكم من اكل الشيفات، الشيفات برضو احنا حلوين قوي كل حاجه، بس الام دي مش امي انا بس، كل حضراتكم طبعا. لو عملتي في البيت حبه السجق اللي كنت بتكلم عليهم من شويه هيطلعوا احلى من 1000 عربيه، ما دام معمول بمزاج وحب للاولاد فاكيد الموضوع هيبقى احسن ان شاء الله. طيب هنجيب عندنا في قلب الحله دي البوله دي معلقه زبده حلوه كده، اروح ايه داهن بيها كده ايه البايركس بتاعي او الطاجن بتاعي كده اهو. اهو شوف المنظر كده اهو، ماشي الكلام. وهجيب عليهم كمان شوف بقى دي حبه توم شرايح، شايفهم يا باشا؟ واجي اروح في الارضيه دي وراسس نص كميه الخضروات بتاعتي، الطماطم بتاعتي كده اهو ماشي،
وراح جايب عندي الفلفل الرومي واخد جزء منه برضو راسس حكت كده اهو، وجايب عندي كمان الفلفل الاحمر راسس نص الكميه زي ما اتفقنا اهو. حلو الكلام. وقرن فلفل سبايسي كده عشان برضو الواحد ايه يفهم الحكايه ماشيه ازاي. ماشي تمام تمام. تعالى بقى نقفل حاجتنا واحده واحده. نجيب عندنا المساك اللي كنا ماسكينه ونبدا سوينا الحاجات. بص يا باشا كده، تعالى كده يا باشا معلش، بص كده التسويه عامل ازاي، شوف المنظر، شوف اللحمه عامل ازاي، شوف طبعا هي سخنه جدا ما حدش يعمل ده. حلو، هبدا ارصهم بقى كده اهو. خدوا بالكم اكلنا وثقافتنا في الاكل ملهاش دعوه بالحاجه غاليه ولا رخيصه، المهم الحاجه يكون ليها طعم كويس وتبقى ماشيه معانا ولا لا. دي انا بس بقول الجمله دي عشان انا اللي هقوله دلوقتي ناس كتير برضو ايه فاهم من قصدي. حاجات كتير جدا عندنا في الاكل ممكن في بعض الناس ما تعرفهاش، يقول لك انا ايه اللي يخليني اكل رقبه ديك رومي، وايه اللي يخليني اكل جناح ديك رومي، وليه اكل مش عارف كبد ايه. طب جربوا، مش هنخسر حاجه، كل دي نعم ربنا عندنا نقدر نستغلها، مش شرط تكون الحاجه اسمها جامد قوي عشان ان انا يعني اخش عليها، لا بالعكس. تيجي حاجات كتير جدا بسيطه بس طعمها احلى بكتير جدا. يعني مثلا تعالى نتكلم مثلا في الاستكات، اما تيجي تقول لحد اكل حته ستيك يقول لك والله انا ماليش فيه قوي. في بعض الناس مالهاش في الاستكات، يقول لك ماليش في قصه التسويات ورير وميديا، انا عايز حته لحمه حلوه. طب ما تيجي ناكل مش عارف ايه، لك انا عايز حاجه اعرفها. ده طبيعي، ده ثقافه اكل، ما تقدرش النهارده تجبر حد على طبق معين. امتى تقول؟ لما تكون حاجه قريبه من ذوقنا، فنقدر نحاول نزود ننقص نبسط الامور، يبقى الامور فيها طعم كويس قوي. بص يا باشا كده، شايف الخلطه دي؟ عسل. انا رايي كمان هضيف لها من عندي، والله هطلعك فصل حالا. رايي راح جايب عندي معلقه صلصه طماطم حلوه، شوف دي عمنا واحده كمان الناحيه دي، وبايدينا كده واحنا مقلبين نخلي بس لون المرقه حلو. بص شفت اللون راح فين حته اهو. طب شوف مني التجويد اللي مش هتلاقوه عند حد والله، شوف مكعب المرق يا عم، انت عندك كل حاجه، اسمعوا مني بس كده، شوف المرقه الحلوه وكل، بس حطيت صلصه طماطم بحب اديها مكعب مرقه بيعلي التيست قوي. جربوا الطريقه مش هنخسر حاجه. وبكده يا باشا زي الفل، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نقفل الطاجن بالشكل ده كده اهو. الله اكبر، شوف المنظر كده، احنا قفلناه حتى بالمرقه بتاعته، نساوي امورنا، شوف المنظر وبكده يكون الموضوع زي الفل. اديله من على وش حبه فلفل اسود كمان كده اهو، واجي اروح ايه ملمع بقى بقيه الطماطم بتاعتي ومقفل كده اهو، وبقيه الفلفل اللي عندي ومقفل حاجتي عشان يبقى شكلها حلو، تخش جوه الفرن تستوي بالمرقه اللي انا حاططها وتديني لون حلو في الاخر ان شاء الله، مع كمان فصين الثوم الحلوين دول، مش عايز اطلع فص، ومع كمان مكعبين الزبده دول. وبعد كده راح اعمل كده اهو، وهوسع كده الاستاذ ابراهيم عشان نطلع فاصل من قلب الطاجن الحلو ده. اتفضل يا باشا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب مراجعه سريعه اللي حصل قبل الفاصل. النهارده عندنا ثلاث اكلات اسهل من بعض ان شاء الله. عندنا قرع عسل معمول بطريقه جديده جدا، هو خلاص استوى، هنصفيه مع حركه حالا دلوقتي، واتفقنا النهارده نعمله بطريقه جديده، فهنسلقه في الحليب بطريقه تكون بالتدريج شويه. الاول بنسيب اللبن ياخد غلوه، بعد ما بيغلي بنطلعه شويه على جنب يهدى شويه، وننزل عندنا بقرع العسل نقطع مكعبات صغيره جدا. هوري حضراتكم، بص اهو، بص تقطيع عامله ازاي، صغيره جدا عشان يستوي معايا بسرعه. وحطينا كمان كيس فانيليا، وممكن لو حابين ندعم باي حاجه سكر عسل اي حاجه نفسنا فيها ما عندناش مشاكل خالص. بعد كده بنرفعه من على النار وننزل على طول بسم الله الرحمن الرحيم في المصفى، ربنا يستر الازازه دي ما تتكسرش. كده اهو ماشي، وبسرعه نعمل كده اهو، ننزل تاني على الحله ماشي الكلام، ونجيب الكلام ده كله هنضربه في الهاند بلندر مع بعض على طول عشان يتفرم شويه، ونعمل له كمان الصوص بتاعه من نفس الحليب ده اهو. بص كده يا استاذي شكرا،
وبكده يكون خلاص خلص ده. ونيجي الناحيه الثانيه نبدا نعمل ايه بقى؟ سيب ده على جنب. هنجيب عندنا حله نحط فيها اللبن اللي احنا عايزين نستخدمه في البشاميل اللي هو نازل من قرع العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. على ما اعتقد الكميه دي معقوله، ما نزودش لتر يعني بالوايم عشان على قد بس كميه البشاميل اللي انا هشتغل بيها. انا هشتغل عندي بالخلطه بتاعت البشاميل بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن كده كده دافي فما نقلقش، نجيب بس عندنا مضرب الاول وننزل عندنا في الخلطه بتاعت البشاميل نقلب. هيربط على طول في اقل من دقايق وكده يكون عندي البشاميل بتاع قرع العسل اللي هو نازل من اللبن بتاع سلق القرع العسل بتاعنا. وهبدا اقل من دقيقه. بص كده يا ابراهيم عامل ازاي. على ما اقلب بس امسح الحاجات اللي واقعه. كان في علبه مناديل هنا راحت فين؟ ماشي اهو. شايف البشاميل بقى عامل ازاي؟ اقلب بس على السريع عشان ما يخرجش مننا. اهو هناك شو. اوكي شفتها. سيبه ثانيه كده. اهو وعايز بقى اضيف عندي حبه قشطه ماشي، حبه عسل نحل تاني برضو ماشي، يعني هنشوف حالا. هدير هانم. الو صباح الفل يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا هدير. صباح الفل. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا فندم. الحمد لله كله بخير، ربنا يخليكي. تسلم ايدك على الحاجات الجديده اللي بنشوفها غير عندك بصراحه. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق والله. تسلمي. ممكن بقى تقول لنا طريقه الرز المعمر؟ انا بعمله بيطلع على الوش كده. ايه بيطلع ايه يا فندم؟ ناشف شويه. بيطلع ناشف شويه. حاضر يا فندم. نقول على طريقه حلوه برده ولطيفه. حاضر يا فندم. ايه تاني؟ ولا حاجه. اختي عايزه اسلم عليك وتسالك على رز بالبسطرمه. الدهان يا فندم، الدهان يا فندم. الو الو ايوه. صباح الفل يا فندم. صباح النور. اهلا وسهلا بيكي. تسلم ايدك. الله يخليك يا فندم، كلك ذوق، ربنا يخليكي. ربنا يخليك. تحت امرك. انا لسه بقى بعمل رز بسمتي. اه وعايزه طريقه حلوه ليه بقى. عينيا الاثنين. عايزه رز بسمتي مثلا بايه يا فندم؟ بمكسرات بالخلطه؟ ممكن بالخلطه. حاضر يا فندم. حاضر. حاجه ثانيه؟ لا تحت امرك. امر يا فندم. اتفضل يا فندم. شكرا لذوقك. معلقه قشطه ومعلقه عسل نحل. دلع بقى الدنيا شويه. شوف شوف بقى الطعم بتاع قرع العسل ده عامل ازاي. اقلب معلقه القشطه في الاواخر اهو كده اهو. شايف البشاميل بقى عامل ازاي. واجي هروح اعمل حركه برده حلوه كده. جايب عندي المكسرات حلو ويفرشها عندي في وش قرع العسل بتاعي. اي مكسرات عند ناس بيب بقى جوز هند فستق ايا كان. واجيب عندي البشاميل وابدا اقفل. بسم الله. شوف المنظر عامل ازاي. اه شكرا. واوديه على فين؟ على الفرن ياخد لون حلو من السلمندر. وبعد كده انا ممكن بقى بعد ما يطلع يبرد شويه. بص المنظر عامل ازاي يا ابراهيم. شايف اهو ده هيخش بقى الفرن مع نفسه ياخد اللون اللي احنا عايزينه. وبعد كده بقى عايزين نحط ايس كريم لما يبرد ماشي، مش عايزين برده ماشي. ونسيب بس ايه اللي فوق، نديله سبع دقايق ولا بتاع ونشوف هيبقى عامل ازاي. طيب نرجع تاني على ايه بقى؟ على طاجن الموز. نرجع حاجتنا دي خلاص كده استخدمناها خلاص بتاع العسل. بنجيب عندنا الطاجن ونشوف اخباره ايه. الله اكبر. اهو على طول كده. شوف المنظر كله استوى. بص الحله بننزل الحله اهي والله اهي. هو استوى على فكره وزي الفل، بس انا برضو بحب ايه اروق حاجتي شويه. اهو بص المنظر. طاجن لسان عصفور بالموز البقري اهو كده اهو. واروح اعمل كده اهو. وجايب في الاخر بقى عندي تاتش زبده يحمر كده معايا اهو. معلقه بس مش اكتر من كده. اللي انا في ايديا دي كلها يعتبر معلقه زبده اهو. وبكده نكون خلصنا الفكره دي
وندخل برضو الفرن يعيش شوية مع نفسه. تعال أوريك كمان بالمرة طاجن رقبة الديك الرومي بقى عامل إزاي. بص في الفرن كده، بسم الله الرحمن الرحيم، تشوف المنظر. هنودي دي هناك عشان برضو إيه، بص أنت على ده وأنا غيلك حالا. بص الطاجن بقى عامل إزاي، طبعا سخن جدا، سايبينه يكمل تسويته، انا مش بصرب عليه، سيبه خالص ياخد وقته ويعيش حياته. كده حاجتنا باذن الله متسطبه مظبوط واخده وقتها. انا فاضل ان شاء الله في القرع العسل ياخد لون من البشاميل بتاعي على وش الفرن، ومدخله حتى بس على السلمندر اللي فوق او على الراق الفوقاني اللي فوق الشبكه، بحيث يحمر لي شويه البشاميل بتاعي، وبشاميل كمان هيتحمر بسرعه لاني عندي عسل جواه وعندي كمان السكر بتاعه، فاكيد هيحمر معاك بسرعه. القشطة عملت قوام كويس جدا مع كمان البشاميل مع الحليب، هي تركيبة جديدة، طبق مختلف. يعني احنا كل مرة زي ما بقول لحضراتكم بنعمله ايه، كالعادة بنجيب عندنا القرع العسل وبنبدأ نسلقه من نفسه منه فيه. يعني ايه نسلقه منه فيه؟ الطبيعي انا بسهل على حضراتكم لو مش عايزين نعمل فكرة العسل بقرع العسل باللبن، بنجيب عندنا القرع العسل بنقطعه مكعبات، الأول القرعية كاملة، عايز بس أوضح كل التفاصيل، لو قدامي واحدة خلصناها ماشي الحمد لله. القرع بتجاب ايا كان الحجم بتاعه، بيتقشر الاول بطريقه لطيفه، وبعد كده بقطع مكعبات زي الزبده دي اللي هو حضراتكم بتشوفوها معايا، وبنجيب نسبه وتناسب على كيلو قرع العسل نص كيلو او نقول كوبايتين من السكر، هو بياخد سكر كتير فممكن نخليها بس كميه اقل. انا النهارده ما حطيتش سكر كتير، حطيت 5 معالق بس، يعني على الكميه دي كلها على كيلو كيلو ونص 5 معالق، عشان اعمل حسابي ممكن احط معلقه عسل نحل، ممكن هو السيرب بتاعه او السكر بتاعه ينزل، فيبقى برده في المعقول. كيس فانيليا وبسيبهم عندي يعيشوا حياتهم وبينهاروا، بعد كده بصفيهم، بعد كده بضربهم كويس جدا، بهرسهم بالهراسه او بالهاند بلندر حسب متوفر عندك، وهنا يبقى الموضوع عندك خلاص خلصان. الطريقه الجديده او الثانيه اللي انا عملتها النهارده دي، جبت كيلو لبن او لتر لبن، سبته عندي يدفى شويه لحد ما غلي، ريحته شويه، قمت جايب عندي قرع عسل قطع مكعبات وضيفه عندي وسبته يعيش حياته لحد ما استوى. عملناه بالطريقه دي. عايز اجاوب بالمره قبل ما اطلع فاصل، معلش ابراهيم، على السؤالين دول. الرز البسمتي اللي هو اللي عملناه بالخلطه، ايه الموضوع الحكايه؟ عندي طريقتين، انا هقول على الطريقه اللي فيها طعم احلى، وبرده في النهايه ممكن اقول على الطريقه اللي هي ننجز مع بعض فيها. بجيب عندي حله الاول بشوح فيها بصلايه حلوه، البصلايه دي بخليها تغمق سنه مني بسنه قرفه، واقلبهم مع بعض شويه. في بعض الناس تحب صلصه طماطم، في بعض الناس تحبها زي ما هي عادي جدا، يبقى زبده وزيت بصلايه حبه قرفه، شوحت فيهم الرز. معيار الرز البسمتي سهل جدا، كوباية الرز البسمتي قدامها كوبايتين من المرقة، أيا كان المرقة، خضار، لحمة، فراخ، مية، أيا كان الموضوع. بعد كده ببدأ أسيبها تتشوح شوية، بديها حبة ملح، وبنزل عليها على طول بحبهان ورق الغار، لو حابب أحط عندي ليمون، الحاجات اللي بتديني ريحة حلوة جدا في قلب السلق بتاع الرز بتاعي. وبسيب عندي المرقة بتاعتي تتغطى عليه، وأوطي النار لحد ما يستوي. الخلطة انا بحب اعملها دايما بره، وبحطها في ثلاث ارباع تسويه الرز. ليه؟ انا عندي خلطه مثلا كبد فراخ، كبد بتلو، قوانص، اي حاجه، هي والمكسرات بخليهم عندي في الاخر حتى يبقوا ناشفين شويه، ما يجيبوش ميتهم في سلق الرز فيزفروا معاك الامور. يبقى الافضل سلقت الرز بتاعي عادي جدا، وهو بيستوي اروح جايب عندي طاسه ثانيه فيها سنه زيت، ومشوح فيها بقى عند الكبد عند القوانص، وكاني هعملها سندوتش يعني، عادي جدا بهيئها، واديها فص ثوم، واديها بهارات، حبهان، حبه جوز الطيب، حبه ملح، حبه فلفل، وبهر حاجتي خالص. وفي في النهايه بروح اعمل ايه، جاي مصفي الكبد والخلطه دي كلها من الزيت اللي فيها، واروح منزله في اخر تقليبه معايا في ايه، في الرز، فيقوم يطعم كله ومستوي وامان. اجي اغرف حبه الرز بالخلطه، عايز بقى اضيف عليهم حبه بقى لوز محمصين ماشي، حبه زبيب ماشي، ايا كان. ومن هنا نحط عليها اي شيء بقى زياده، اي حاجه بقى مدخنه، حاجه بقى مستويه، حاجه تركي روستو، ايا كان. هو الرز الخلطه بقى ثابت معايا وزي الفل. انا بعتقد الامور سهله جدا. عندي فصل جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نرجع كل حاجات استوت ونواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. طيب تعالوا نبص، بس خلاص وقت الشغل والكلام خلص النهارده بقى، او دلوقتي نشوف ايه النتيجه وايه الموضوع.
قرع العسل زي ما حضراتكم شايفين والله هو خلاص خد لون مش اكتر من كده. انا ما عملتش فيه اي شيء خالص غير اللي احنا حطينا كل الخليط زي ما حضراتكم شفتوا، والمكسرات تحت كمان ما عرفتش احطها على الوش عشان ما تتحمصش بسرعه من الفرن، وخدت اللون اللطيف ده من على السلمندر او من على الشبكه، اداني في الاخر النتيجه دي. عندي ايس كريم معايا زي ما حضراتكم شايفين، بص البوله دي مش عايز ابوظ الشكل واحط ايس كريم، هخليها زي ما هي كده يعني، حبينا نزود نزود، ما حبيناش انا شايف ان برده الامور تمام. نطلع بقى على المائده على طول كده اهو، ونحط كمان معاه الايس كريم، ولو هنحط الايس كريم نسيبه شويه لما يبرد، مش الايس كريم القرع العسل يعني. تمام. طاجن لسان العصفور، تعال نبص عليه بصه كده. فاكرين معلقه الزبده اللي حطيناها على الوش عملت ايه؟ قرمشت لي شويه امور. بص شايف سامع اهو، بص بقى لما نحط الشوكه كده ونطلع كده، بص المنظر، شوف جوسي من جوه ما نشفش، اللحمه بتاعتي استوت، شوف الشوكه دخلت بسرعه ازاي، الموزه شكلها عامل ازاي، محمره من التشويح اللي احنا عملناه من شويه بقى حضراتكم انتوا فاكرينه، يعني التركيبه هي الحكايه. بص اللحمه عملت تشويح عامل ازاي، بالهنا والشفا. نطلع بيه على طول على المائده، بسم الله. وتعالى نروح الفرن بقى نجيب بطل الحلقه النهارده الطاجن الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. على بيت اول هناك نتكلم عنه، ما كان نوديه هناك على طول. شوف المنظر عامل ازاي. انا قلت لحضراتكم من اول الحلقه اتحدى النهارده، مش تحدي والله بفكره اللي انا بتحدى حد، ان حضرتك في البيت تعملي الطاجن ده وقدميه، بس يا رب اللي ياكله يعني او اللي هياكله ما يبقاش شاف الحلقه عشان ما يبقاش يعني الموضوع فيه حاجه. انا بقول لحضراتكم الفكره ان الموضوع يكون بشكل حلو جدا بطعم كويس جدا بطريقه بسيطه، بس المحتوى اللي جوه جديد. ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ احنا زي ما اتفقنا النهارده دي اهو. طب انت بص، طب تعالى انا اهو، دي مش عكوايه، دي مش عكوايه. الطاجن ده لما تعمليه في البيت النهارده مع رز ابيض بس، سيبكم من اللي انا عملته كله، يعني ممكن ما نسيبش معانا سن عصفور، ممكن ما نحطش معانا قرع عسل، ده بس. شوف المنظر عامل ازاي، شوف التسوية عاملة ازاي اهو، بص لحم عامل ازاي اهو. ولا انتوا عارفين ان في الشغل ما بتكلمش باسعار، انتوا عارفين يعني ايه رقبة الديك الروم لما نجيبها من مكان مش هتلاقي يعني فيهاش تكلفة عليه. بص الجزرية عاملة ازاي، شوف اهو. وبقى كمان البطاطساية الحلوة دي، بص لما اتقرمشت واديناها لو انتوا فاكرين فرشة الزبدة او حتة الزبدة حمرتها ازاي اهو. موضوع بسيط جدا ما فيهوش اي بص الغلق. بص يا ابراهيم تعالى انا خلاص هقفل والله اهو، بص شوف المنظر، الصوص بص البصليه عامله ازاي طريه، دي بقى البصليه دي مسكره طعمها عسل. انا جعان ولا ايه؟ بس انا والله بقول الاكل يعني اللي قدامي. نطلع بيه على طول على المائده. ده لو انا النهارده قلت لي مثلا تاكل ايه النهارده، اقول لك انا ده مع حبه رز ابيض وحبه سلطه خضراء بس، يعني ولا اكتر ولا اقل. رز ابيض حلو من بتاعنا اللي معمول بالزبده، وبصليه في النص كده بتتشال الاخر البصليه، وده عسل قوي وبسيط وحلو. واللي ما بياكلش العكاوي هياكل ده، واللي بياكل العكاوي هنضحك عليه النهارده ونقدم له ده، فبالتالي يبقى عملنا بقى جديد لحضراتكم. قرع العسل معمول النهارده بطريقه جديده جدا، مسلوق في الحليب وطلع عملنا صفيناه وخدنا التصفيه بتاعت اللبن اللي فيه مع العسل النحل مع بشاميل، طلع معايا بالشكل ده، مكسرات طبعا محشيه في النص، وعندي كمان طاجن الموز البقري مع كمان لسان العصفور بصوص الديمجلاس. ثلاث اطباق اسهل من بعض، بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وحلقه جديده. والسلام عليكم.